السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة كروشيه كافيه. في الدرس اللي قبل كده اتعلمنا ازاي نوصل مربعات الكروشيه بغرزة الحشو، وطلع الشكل النهائي بالشكل ده كده، زي ما احنا شايفين ان في زي برواز او خط بارز بيوصل ما بين المربعات بالشكل ده كده. اوكي، فالنهاردة هنتعلم الطريقة التانية لوصل مربعات الكروشيه بطريقة الغرزة المنزلقة. والفرق ما بينها وما بين الطريقة اللي اتعلمناها قبل كده ان بنوصل المربعات بشكل انعم من الشكل اللي احنا شايفينه، فبيبقى المربعات كلها موصولة جنب بعضها من غير الخط البارز ده، فبتبقى موصولة بشكل انعم من غير وجود الخط اللي احنا شايفينه ده. الاول قبل ما نبدا، حابه ان انا اوضح نقطه مهمه جدا بالنسبه للمبتدئات واللي لسه بيتابعوني لاول مره. انا كنت شرحتها قبل كده في الدروس اللي قبل كده اكتر من مره، بس حابه ان انا اوضحها لان هنحتاج ان احنا نبقى عارفينها في الشرح بتاع النهارده. دايما في غرز الكروشيه زي ما قلت قبل كده ان هي بتبقى واخده شكل حرف الفي او رقم 7، فزي ما احنا شايفين كل الغرز واخده الشكل بتاع حرف الفي او رقم 7 بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وكل غرزة بيبقى فيها حلقتين، حلقة امامية وحلقة خلفية. اوكي، فالعادي بتاعنا ان احنا دايما لما بنيجي ندخل بالابره بندخل تحت الحلقتين بالشكل ده كده، بيبقوا الحلقتين فوق الابره. بس لو الباترون طلب مني ان انا ادخل في الحلقه الاماميه فبدخل في الغرزه بالشكل ده كده، ولو طلب مني ان انا ادخل في الحلقه الخلفيه فبدخل في الغرزه بالشكل ده كده. اوكي، حتى برضو في السلسله النهارده هنحتاج ان احنا نبقى عارفين برضو في السلسله نبقى واخدين بالنا ما بين الحلقه الاماميه والحلقه الخلفيه في السلسله. فلو دخلنا في الغرزه في الحلقه الاماميه هندخل بالشكل ده كده، وعشان ندخل في الحلقه الخلفيه للسلسله هندخل فيها بالشكل ده كده. تمام، فلازم نبقى واخدين بالنا كويس قوي ما بين الفرق او شكل الغرزة من فوق في الحلقة الامامية والحلقة الخلفية. طيب دلوقتي ده الوش بتاع الشغل، واضح فيه قدامنا الحلقة الامامية وحرف الفي بتاع الغرزة واضح قدامنا بالشكل ده كده. طيب لو جينا قلبنا الشغل الناحية التانية هنلاقي برضو ان نفس الموضوع، الغرز نفس حرف الفي موجود بس بيبقى مايل لورا شوية نتيجة ان احنا قلبنا بنشتغل على الظهر بتاع الشغل. فبرضو نبقى واخدين بالنا كويس قوي من الحلقة الامامية والحلقة الخلفية، فهنلاقي برضو ان الحلقة الامامية للغرزة اللي هي بتبقى مواجهة قصاد وشي على طول هي دي الحلقة الامامية، والحلقة الخلفية للغرزة اللي هي بتبقى مايلة وراها على طول اللي هي دي الحلقة الخلفية للغرزة. نفس برضو الموضوع بالنسبة للسلسلة، فأنا هنا عندي تلات عواميد، ده الظهر بتاعهم، وزي ما شفنا الحلقة الأمامية والحلقة الخلفية لكل عمود، برضو عندي الاتنين سلسلة اللي بيفصلوا ما بين التلات عواميد وبيكونوا لي الزاوية أو الكورنر بتاع المربع. عندي هنا برضو السلسلة، فبلاقي إن دي الحلقة الأمامية للسلسلة فبدخل فيها بالشكل ده كده، وعندي وراها على طول الحلقة الخلفية للسلسلة فبدخل فيها بالشكل ده كده. اوكي، النهارده واحنا بنوصل المربعات بغرزة المنزلقة هنحتاج ان احنا نبقى قلبين المربع على الظهر بالشكل ده كده، وبرده هنقلب المربع التاني اللي هنوصله بيه على الظهر بتاعه بالشكل ده كده. انا طبعا هوضحها اكتر بالتفصيل، بس يعني حابه ان انا قبل ما نشتغل اوريكم الاجزاء دي عشان تبقى واضحه اثناء الشرح. واحنا بنوصل بغرزه المنزلقه هنحتاج ان احنا ندخل في الحلقه الخلفية للغرزة بتاعتنا، وندخل في الحلقة هنحتاج ان احنا ندخل في الحلقة الامامية للغرزة اللي قدامنا، والغرزة اللي قصادها على طول هندخل في الحلقة الخلفية للغرزة. اوكي، فكنا في غرزة الوصل بغرزة الحشو كنا بندخل في الحلقتين بتاع كل عمود، وبندخل في العمود اللي قصاد منه على طول بندخل في الحلقتين بتاع العمود اللي قصاد منه. المرة دي هندخل بالإبرة في الحلقة الأمامية للعمود اللي قدامنا بالشكل ده كده، وحنوصله بالحلقة الخلفية للعمود اللي قصاد منه على طول. برضو نفس الموضوع بالنسبة
للسلسلة. برضو هندخل في الحلقة الأمامية للسلسلة بالشكل ده كده، وهنوصلها بالحلقة الخلفية للسلسلة اللي قصاد منها على طول بالشكل ده كده. أوكي، هي دي طريقة وصل المربعات بغرزة المنزلقة، وهنبتدي ان احنا نطبقها عملي. بس انا الاول حبيت ان اوضح الفرق ما بين الحلقة الامامية والخلفية عشان تبقى واضحة واحنا بنشتغل، خاصة لسه مبتدئات مهم جدا ان هم يبقوا عارفين الفرق والشكل بتاع الغرز والفرق ما بين الحلقة الامامية والحلقة الخلفية. اول حاجة هعملها هي ان انا هحط المربعات على الظهر بتاعها بالشكل ده بكده، بحيث ان الظهر بتاع المربع هو اللي هيبقى مقابل ليا. فناخد بالنا ان المرة دي الظهر بتاع هنوصل المربعات من منطقة الظهر، فهبتدي ان انا بعد ما احطهم على الظهر بالشكل ده كده هبتدي ان انا اضمهم على بعض بالشكل ده. اوكي، خليني اقرب لكم شوية. بعد كده هبتدي ان انا زي ما احنا شايفين كده في عندي الزاوية بتاعت المربع. الزاوية دي عبارة عن الاتنين سلسلة زي ما اتعلمنا قبل كده في شرح كروشيه المربع. فعندي هنا الاتنين سلسلة، بس ده الظهر بتاعهم كده 1 2، وعندي هنا مقابل ليهم برضو 2 سلسلة 1 2، دول اللي بيشكلوا لي الزاوية بتاع المربع. وفي بعد منهم على طول التلات عواميد، وفي في المربع المقابل ليه التلات عواميد على طول. فهبتدي ان انا احضر الخيط بتاعي اللي هوصل بيه، فهعمل عقدة البداية في الخيط بالشكل ده كده. اوكي، وبعدين هبتدي ان انا ادخل بالابرة في زي ما قلت هنا عندي الاتنين سلسلة، بيبقى ده الظهر بتاعهم بالشكل ده كده، فهدخل في اول سلسلة. اوكي، مش مشكلة في الحلقة الامامية او الخلفية، مش مشكلة. وفي هدخل في السلسلة الاولانية المقابلة ليها في المربع التاني، وهبتدي اجيب الخيط بتاعي واسحبه واطلع بيه من الحلقات اللي على الابرة بالشكل ده كده. اوكي، بعد كده عندي السلسلة التانية اللي قبل التلات عواميد، هدخل فيها برضو بنفس الطريقة. اوكي، والسلسلة التانية المقابلة ليها في المربع اللي قصاد منه على طول اللي قبل التلات عواميد، هدخل فيها برضو بالابرة وهبتدي اسحب الخيط واطلع من التلات حلقات اللي على الابرة بالشكل ده كده. اوكي، يبقى انا كده وصلت الاتنين سلسلة اللي بيكونوا لي الزاوية بتاعة المربع، وصلتهم بغرزة منزلقة. بعد كده هبتدي عندي التلات عواميد ومقابل ليهم في المربع اللي قصاد منه على طول التلات عواميد المقابلين ليهم بنفس العدد وبنفس الشكل بالظبط، فهدخل في الحلقة الأمامية لأول عمود عندي. اوكي، ناخد بالنا دول التلات عواميد، ودي الحلقة الأمامية، ودي الحلقة الخلفية اللي وراها على طول، فأنا بدخل بالإبرة في الحلقة الأمامية. تمام، وبعدين بدخل بالإبرة في الحلقة الخلفية للمربع اللي العمود المقابل ليه على طول، بيبقى عندي ثلاث حلقات على الإبرة، فببتدي أسحب الخيط واطلع من الثلاث حلقات بالشكل ده كده. تمام، هدخل في العمود الثاني، هدخل في الحلقة الأمامية للعمود الثاني. اوكي، والعمود المقابل ليه على طول عندي حلقتين، حلقة أمامية وحلقة خلفية، هدخل بالإبرة في الحلقة الخلفية للعمود التاني وهبتدي أسحب الخيط واطلع من الثلاث حلقات اللي على الإبرة بالشكل ده كده. هدخل في العمود اللي جنب منه، العمود التالت، هدخل في الحلقة الأمامية للعمود، والعمود المقابل ليه على طول هدخل في الحلقة الخلفية للعمود المقابل ليه، وهسحب الخيط وهطلع بيه من الثلاث حلقات اللي على الإبرة بالشكل ده كده. بعد كده هيقابلني الفراغ بتاع السلسلة، فكنت في طريقة الوصل بغرزة الحشو كنت بدخل في الفراغين على طول واسحب الخيط واشتغل غرزة حشو. المرة دي برضو هدخل في السلسلة، حاول ان انا ادخل في الحلقة الأمامية للسلسلة بالشكل ده كده، وعندي السلسلة التانية المقابلة ليها في المربع المقابل ليه، فهبتدي أدخل في الحلقة الخلفية للسلسلة بالشكل ده كده.
هيبقى عندي 3 حلقات على الإبرة، هسحب الخيط وهطلع من الثلاث حلقات. اوكي، بعد كده عندي الثلاث عواميد اللي بعد منهم على طول، هدخل في زي ما قلت عندي حلقة امامية وحلقة خلفية بس بتبقى مايلة لان انا بشتغل على الظهر، فهدخل بالابرة في الحلقة الامامية، والعمود المقابل ليه على طول في المربع الثاني هدخل في الحلقة الخلفية، وهسحب الخيط وهطلع من الثلاث حلقات بالشكل ده كده. العمود الثاني هدخل في الحلقة الامامية، والعمود المقابل ليه هدخل في الحلقة الخلفية، وهيبقى عندي 3 حلقات على الإبرة، هسحب الخيط وهطلع من التلات حلقات، وهكمل بنفس الطريقة، وهي طريقة سهلة جدا وما فيهاش اي حاجة، بس المهم ان انا ابقى عارفة الفرق ما بين الحلقة الامامية والحلقة الخلفية للغرز. اوكي كده انا وصلت التلات مربعات التلات عواميد، هبتدي او كده وصلت للسلسلة، فهدخل برضو في السلسلة في الحلقة الامامية للسلسلة. اوكي، وعندي السلسلة المقابلة ليها على طول بتبقى هنا، هدخل في الحلقة الخلفية للسلسلة المقابلة ليها على طول، هيبقى عندي 3 حلقات على الإبرة، هلف الخيط وهسحب وهطلع من الثلاث حلقات بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. اوكي، وهكمل لغاية نهاية المربعين بنفس الطريقة، وزي ما احنا شايفين كده لو جينا قلبنا على الوش بتاع الشغل هنلاقي ان المربعات موصولة جنب بعضها بشكل انعم شوية، فمش باين عندي الخط البارز اللي بيبقى موجود لما بوصل بطريقة غرزة الحشو. هكمل المربعات لغاية النهاية، بعد كده هنشوف ازاي هنكمل بقية المربعات. دلوقتي بعد ما وصلت المربعين وما ننساش برضو اخر سلسلتين اللي بيشكلوا الزاوية في نهاية المربعين هنوصلهم بنفس الطريقة اللي بدأنا بيهم، فالمربعين وصلتهم بقوا عندي بالشكل ده كده، لو جيت قلبت على الوش بتاع المربع هلاقي ان المربعين اتوصلوا مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده هنبتدي نكمل، عشان احنا طبعا زي ما قلت قبل كده ان احنا بنمشي بنوصل المربعات بالعرض وبنمشي بشكل افقي، فهبتدي عندي هنا المربعين اللي بعدهم حطهم برضو بحيث ان منطقة الظهر هي المقابلة ليا، وهبتدي برضو اضمهم على بعض بنفس الطريقة اللي بدأت بيها المربعين. بعد كده هبتدي ان انا اوصلهم بان انا همشي بنفس الطريقة، بان انا عندي السلسلتين اللي بيشكلوا لي الزاوية بتاعت المربع، فهبتدي ادخل في اول سلسلة. اوكي، بالشكل ده كده، بعد كده هدخل في السلسلة المقابلة ليها في المربع اللي قصاد منه على طول بالشكل ده كده، وبعدين هسحب الخيط وهطلع من الثلاث حلقات بالشكل ده كده. اوكي، بعد كده هبتدي اكمل و هدخل في السلسلة التانية اللي بعدها، وهدخل في السلسلة المقابلة ليها في المربع اللي قصاده، هيبقى عندي 3 حلقات، هسحب الخيط وهطلع من الثلاث حلقات، وهكمل بنفس الطريقة. بعد كده هيقابلني التلات عواميد، هدخل في الحلقة الأمامية لأول عمود، وهدخل في الحلقة الخلفية للعمود لأول عمود المقابل لي في المربع التاني، وهكمل بنفس الطريقة. العمود التاني،
وناخد بالنا ان احنا دايما لازم ندخل في العواميد تكون مقابلة لبعضها، يعني ما ندخلش في العمود الثاني للمربع اللي قصادنا والعمود الثالث او الاول للمربع المقابل ليه، لازم الأعمدة كلها تبقى متقابلة قصاد بعضها والعمود الاول متصل بالعمود الاول في المربع المقابل ليه والعمود الثاني متصل بالعمود المقابل ليه، بحيث ان الثلاث أعمدة هيبقوا متقابلين ومتصلين قصاد بعض بالظبط. بعد كده انا وصلت للسلسلة برضو بنفس الطريقة، حاول ان انا ادخل في الحلقة الامامية للسلسلة وبعدين هدخل في الحلقة الخلفية للسلسلة المقابلة ليها. اوكي، بعد كده هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لاخر المربعين. بالشكل ده انا وصلت لغاية نهاية المربعين، وعايزة اكد ان احنا ما ننساش السلسلتين اللي بيشكلوا زاوية المربع، فهبتدي ان انا اكمل بنفس الطريقة، هدخل في الحلقة الامامية للسلسلة في المربع اللي قصادي وهدخل في الحلقة الخلفية للسلسلة المقابلة ليها في المربع التاني وهسحب الخيط وهطلع. بعد كده عندي السلسلة التانية والسلسلة التانية في المربع التاني المقابل ليها. اوكي كده انا وصلت المربعين. طبعا انا زي ما قلت انا يعني عاملة بس اربع مربعات كمثال للشرح، لكن انت طبعا بتكملي بقية الوصل لحد ما توصلي لنهاية المربعات كلها. فانا هنا عندي المربعات كده وصلتهم مع بعض بشكل افقي بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين، المربعات اتوصلوا مع بعض من بالعرض بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين، ومش باين خالص اي خطوط بارزة في طريقة الوصل، زي ما احنا شايفين المربعات موصولة مع بعض ومضمومة من غير اي خطوط بارزة. بعد ما خلصنا الوصل بالوصل المربعات بالعرض، هنبتدي دلوقتي ان احنا نوصلهم بالطول، فهنبتدي ان احنا نقلب المربعات بالشكل ده كده. اوكي، بعد كده هنجيبهم على منطقة الظهر. طبعا الخيط اللي انا بعد ما بخلص وصل المربعات بالعرض، فالخيط اللي انا اشتغلت بيه ببتدي ان انا اقفله زي ما قفلت المربع، بان انا بعمل سلسلة وبقص الخيط بتاعي وبعدين بنضف الخيوط اللي زايدة بإبرة التنظيف. اوكي، بعد كده هنكمل وصل المربعات بعد ما وصلناها بالعرض زي ما قلت، هنبتدي ان احنا نعكس المربعات عشان نبتدي نوصل من المربعات من منطقة الطول. بعد كده هنقلبها على ظهرها وهنكمل شغلنا بنفس الطريقة، بان احنا هندخل في اول سلسلتين اللي بيشكلوا لي الزاوية بتاعة المربع، هعمل عقدة البداية وبعدين هشتغل بنفس الطريقة، بان انا عندي الاتنين سلسلة بتوع زاوية المربع، هدخل في اول سلسلة اللي هما السلسلتين اللي قبل العواميد وهدخل في السلسلة المقابلة ليها في المربع التاني، وبعدين هجيب الخيط اللي هوصل بيه وابتدي اسحبه من الحلقتين اللي على الابرة، وبعدين هضيق عقدة البداية بالشكل ده كده، وبعدين عندي السلسلة التانية هدخل فيها برضو بالإبرة والسلسلة المقابلة ليها في المربع التاني هدخل فيها، وهكمل بقية شغلي بنفس الطريقة بالظبط اللي كنت ماشية بيها في وصل المربعات بالعرض بالظبط، هي نفس الطريقة.
هنا عندي السلسلة، حاول ان انا ادخل في الحلقة الامامية للسلسلة، وهدخل في الحلقة الخلفية المقابلة لها، وهكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنقطة تقاطع المربعات عشان نشوف هنشتغل فيها ازاي. دلوقتي بعد ما وصلنا لنقطة تقاطع المربعين ووصلت آخر 3 عواميد قبل نقطة التقاطع بتاعة الوصل في المربعين اللي قبلهم، فهبتدي ان انا هعمل نفس الطريقة اللي كنا بنشتغل بيها في الوصل بغرزة الحشو، فهبتدي ان انا اشتغل سلسلة وبعدين هتخطى منطقة التقاطع بتاع المربعين وهنقل على طول على 3 عواميد في المربعين اللي بعدهم، وهبتدي اكمل الوصل بنفس الطريقة بان انا بدخل في الحلقة الامامية لأول عمود عندي وبدخل في الحلقة الخلفية للعمود المقابل لي، وبعدين بكمل بنفس الطريقة وبروح للعمود التاني وبدخل في الحلقة الامامية والحلقة الخلفية للعمود المقابل لي، وبعد كده العمود التالت والعمود المقابل لي، بعد كده السلسلة، بمشي بنفس الطريقة بالظبط وبنفس الخطوات اللي كنت ماشية بيها قبل كده لحد ما بوصل لنهاية المربعات. دلوقتي بعد ما وصلت لنهاية المربعات ووصلت آخر سلسلتين متقابلين في المربعين، فهبتدي ان انا اقلب الشغل بتاعي على الوش بالشكل ده كده، وهلاقي ان المربعات اتوصلت مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ده الوش بتاع الشغل، مش باين فيه خالص اي خطوط بارزة لوصل المربعات، وكمان الظهر عندي برضو موصول بشكل كويس، والخط اللي بارز فيه شكله ناعم ومش بارز قوي، وكمان طبعا الخيوط اللي زايدة دي في الاخر خالص بنقصها وبننظفها بإبرة التنظيف. وبكده اتعلمنا الطريقة التانية لوصل المربعات بالغرزة الساقطة، وهي كمان على فكرة اسمها طريقة الوصل الخفي، لان طريقة الوصل ما بتبقاش باينة زي او ما بتديش خط بارز زي طريقة الوصل بغرزة الحشو. وكمان لو استخدمتي نفس لون الخيط اللي اشتغلتي بيه الدور الاخير في المربعات هتلاقي ان هي تقريبا مش باينة خالص طريقة الوصل. كده احنا خلصنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وكمان عشان تتابعوني وتشوفوا كل الفيديوهات الجديدة اضغطوا تحت الفيديو على كلمة اشتراك او سبسكرايب، وكمان تابعوني من خلال الاكاونت بتاعي على الفيسبوك، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.